يصل إلى القاهرة بعد قليل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وقد أعدت مؤسسات من المجتمع المدني وتنظيمات معارضة استقبالا شعبيا للبرادعي في مطار القاهرة الدولي. كان البرادعي قد ألمح إلى احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية إذا توفرت شروط النزاهة في العملية الانتخابية. وقبل دقائق من وصول البرادعي ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف مراسلنا هناك طارق الشامي لإطلاعنا على الأجواء قبل وصوله. طارق، مساء الخير وأهلا بك. إذن كيف هي التحضيرات لاستقبال البرادعي؟ من أبرز المشاركين في استقباله؟ نعم برتا، يعني من أبرز المشاركين هناك العديد من الشخصيات العامة من الأدباء والفنانين والكتاب والصحفيين والنشطاء السياسيين، أيضا من الحركات الاحتجاج الشعبية وبعض الحملات التي تناصر الدكتور البرادعي. كلهم اجتمعوا واحتشدوا ملوحين بالأعلام المصرية وبالهتافات الوطنية أمام مطار القاهرة، وهم لا زالوا ينتظرون وصول الدكتور البرادعي إلى المطار بعد دقائق قليلة من الآن، وسط رهانات سياسية على أن تصاحب عودة البرادعي حالة من الزخم السياسي المرتبطة بدعوته للإصلاحات السياسية والدستورية، وفي حين يتمنى بعض هؤلاء أن يخوض الرجل غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو على الأقل دخول مرحلة من الكفاح السلمي لتحقيق التغيير المنشود. أيضا الصحف المصرية أبرزت في عناوينها، وأعني هنا الصحف المستقلة، عناوين بارزة تعبر عن الحفاوة التي سوف يلقاها البرادعي لدى وصوله إلى القاهرة في استقبال كالأبطال وسط أمال تنتظره ليمثل تحدي جديد للرئيس مبارك. نعم. الذي يرأس مصر منذ نحو 3 عقود، وهو البرادعي من وجهة نظر الكثيرين هو أكثر زعماء المعارضة المصرية مصداقية، لكن من اللافت أن الأحزاب السياسية وبما فيها الحزب الوطني الحاكم تجاهلوا زيارة الدكتور البرادعي، باستثناء حزب واحد هو الحزب الدستوري الحر الذي كان رئيسه موجودا، حيث كان قد منح الدكتور البرادعي عضوية شرفية وعرض عليه خوض الانتخابات الرئاسية كعضو ضمن هيئته الوفدية، إلا أن البرادعي قال في تصريحات أخيرة أنه لن يقبل بالترشح على قائمة أي من الأحزاب المعارضة المصرية، وأنه يعني يرغب في حدوث أولا تعديلات سياسية ودستورية تتعلق بنزاهة الانتخابات حتى يمكن أن يترشح لهذا المنصب الرئاسي. نعم. وهو المنصب الأعلى في مصر. طيب طارق، مدى عن الوجود الأمني في منطقة مطار القاهرة؟ يعني هل سمحت السلطات لهؤلاء المشاركين بالتواجد؟ يعني لوحظ أنه ليس هناك أي تواجد أمني يعوق حركة المناصرين للدكتور البرادعي في مطار القاهرة، لكن كانت هناك إشارات متباينة صدرت من بعض المصادر الأمنية بأن ربما ستكون هناك بعض العمليات التفتيش أو المضايقات الأمنية، وهو ربما ما يعني حدا بالبعض إلى يعني عدم الذهاب إلى المطار إثارا للسلامة، لكن في الحقيقة مع ذلك هناك يعني مئات من المصريين الذين حرصوا على الذهاب إلى المطار والانتظار خارج الصالة الرئيسية انتظارا لوصول الدكتور البرادعي. شكرا لك طارق الشامي مباشرة من القاهرة عبر الهاتف. شكرا.